بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 11 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد القرى المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. هذه السائلة من القصيم، أختكم في الله، رمزت لاسمها بفاء ألف، تقول في هذا السؤال: أنا فتاة في 20 من عمري، ملتزمة والحمد لله، وفي العام الماضي أدينا فريضة الحج مع الأهل متمتعة، وقد أديت المناسك كاملة والحمد لله، ولكنني حينما قصصت من شعري أخذت هذه الشعيرات معي إلى أن عدت لمنطقتي، وقد قلت لأخواتي اللاتي معي أيضا يجب أن تحتفظنا ببقايا الشعر إلى أن نعود لمنازلنا، هل علينا إثم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل هي تقصد الاحتفاظ الشعر الذي قصته؟ فإن كان المقصود ذلك فلا أصل لهذا العمل، ولا يحتفظ بالشعر المقصوص من أجل النسك، وإنما يكون كغيره من الشعر المنفصل، تلقيه في أي مكان ولا تحتفظ به. نعم. ما حكم قتل الوزغ، وهل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله؟ نعم، قتل الوزغ سنة، قتل الوزغ سنة، لأنه مؤذن وفي قتله دفع لشره، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتله. نعم. السائلة تقول: استعمال خاتم أو سوء أو أسوار أو سلاسل من فضة بقصد أن ذلك أفضل عند الله من الذهب، أو أنه يرفع الضرر عن الطفل ويحرس من الشيطان كما يقولون حرز للطفل، علما بأنني أنكرت ذلك على إحدى الأخوات، فأفيدونا بذلك. بالنسبة للأنثى الصغيرة أو الكبيرة يباح لها لبس الذهب ويباح لها لبس الفضة من باب التحلي والزينة، لا من باب دفع العين ودفع الضرر، فهذا اعتقاد فاسد ولا يجوز هذا الاعتقاد، لأن هذا من الشرك، من اتخاذ الحلق أو لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه، كل ذلك من الاعتقاد الفاسد والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، وليس للذهب ولا للفضة ولا لغيرهما من المعادن خاصية في دفع البلاء أو رفعه من الإنسان، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل ويعلق قلبه بالله، سواء في ذلك الكبار أو الصغار. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. تقول السائلة: ما حكم من تتهاون بوضع الحنة بيدها لا تشبها بالرجال، لكن كثيرا من بنات اليوم لا يرغبن في ذلك، حيث أن البعض من الأخوات هداهن الله يقولن بأن ذلك حرام ولا يجوز أن تترك المرأة الحنة، أفيدونا بذلك. نعم، من خصائص النساء أنهن يخضبن أيديهن بالحنة، وذلك من الجمال والزينة، ولا يتركن أيديهن تشبه أيدي الرجال. نعم. بارك الله فيكم. تسأل عن صحة الأحاديث التالية، تقول: قرأتها في بعض الكتب وأسأل عن صحتها، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، هل هذا حديث؟ يروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصدقة يدفع الله بها البلاء عن المتصدق، فمعناه صحيح. نعم. الحديث الثاني تقول: ما صحته من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي من فتنة القبر؟ يوم الجمعة يوم فاضل، ويرجى لمن مات فيه من المسلمين الخير والمغفرة، لأنه يوم فاضل وأفضل أيام الأسبوع. أما لفظ الحديث فلا أعرف عنه شيئا. نعم. أيضا تسأل عن عبارة: اتقي شر من أحسنت إليه، هذا من الكلام الدارج على الألسنة ولا أصل له، لأن
الإنسان لا يترك الإحسان إلى الناس خشية أن يؤذوه، بل يحسن إليهم، والله جل وعلا أمر بالإحسان حتى في حق من أساء إليهم، أمر الله سبحانه وتعالى بمقابلة السيئة بالحسنة، قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فالإحسان خير كله ويجلب المودة بين الناس ويزيل الأحقاد، فهو بالعكس من ما يقال اتق شر من أحسنت إليه. نعم جزاكم الله خيرا. تقول ما حكم تمشيط الشعر إلى الخلف ووضعه ظفيرة واحدة ووضعه في مشبك على الرقبة علما بأنه لا يظهر عند ارتداء العباءة بالنسبة للمرأة، أفتونا بهذا؟ أولى بالمرأة أن ترسل شعرها إما ذوائب من جوانب رأسها أو أن تجعله ضفائر، هذا هو الأليق والأحسن للمرأة، أما جمعه فوق رأسها هذا لا يجوز لأنه يظهر له حجم، وربما يكون هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم في وصف النساء الكاسيات العاريات رؤوسهن كمائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والبخت هي نوع من الإبل الواحد منها سنمان، فإذا جمعت شعرها وصار له حجم بجانب حجم الرأس فكأن لها، فإنه يشبه أسنمة البخت المائلة، وكذلك جمعه وإرساله من خلف الظهر إنما هذا في حق الميتة، أما الحية من النساء فكما ذكرنا سابقا أنها لا تجمع شعرها من الخلف، لأن بعض العلماء شدد في هذا وأنكره غاية الإنكار. نعم جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن نظر نظر الله به، ما معنى هذا الحديث؟ من سمع الله به هذا تحذير من أن الإنسان يقصد السمعة، والسمعة أن يحب الإنسان أن يسمع قراءته أو يسمع ذكره وتهليله حتى يثنوا عليه، لأن هذا نوع من مفسدات الأعمال، الرياء والسمعة، الرياء لما يرى من الأعمال والسمعة لما يسمع من الأقوال، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. من سمع الله به بمعنى أنه يحصل له شهرة الدنيا ولكن لا يكون له أجر في الآخرة. نعم بارك الله فيكم. أما من نظر الله به فلا أعرف هذه اللفظة. نعم ما حكم تسمية الطفل على أخيه المتوفى؟ لا بأس بذلك أن يسمى على أخيه أو على أبيه أو على جده، مسألة الأسماء أمرها واسع، إلا أنه يختار الاسم الحسن للطفل لأن هذا مما يسبب تأثيرا طيبا على الطفل، والاسم له الاسم الحسن له تأثير طيب على الطفل على المسمى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ينبغي تحسين الاسم للطفل. نعم السائلة من السودان بدرية محمد تقول سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل الاختلاف في النقاب يعتبر من الأصول أم من الفروع؟ ونريد أن توضح لنا سبب ضعف حديث أسماء الذي ينص على الوجه والكفين، وهل مثل هذا الاختلاف يعتبر رحمة كما يزعم البعض، وجزاكم الله خيرا. الاختلاف لا يعد رحمة لأنه يدل على الضعف وربما يحدث شيئا في النفوس، والله جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالخلاف ليس فيه خير، كل ما أمكن الاتفاق والاجتماع على الخير وعلى الحق فهو أحسن وأطيب للأمة، والله جل وعلا أمر بالاجتماع، وإن حصل نزاع فالله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الاختلاف في الأفهام والمدارك عند أهل العلم في أخذ المسائل من النصوص يحصل هذا، ولكن يجب عرض النزاع والاختلاف إلى النصوص من الكتاب والسنة ويؤخذ ما قام عليه الدليل، ويجب على المخالف إذا تبين له الحق أن يرجع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، وبذلك يزول النزاع ويزول الاختلاف بإذن الله. أما إذا لم يتبين الحق مع أحد الطرفين وكل من القولين محتمل فالأمر في هذا واسع ولله الحمد،
وأما النقاب للمرأة فمعناه أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحتان للعينين، هذا هو النقاب، وهذا جائز للنساء اللاتي اعتدن على هذا وكان من لباس أهل بلدهن، لأنه يستر الوجه ما عدا العينين، فإذا كان هذا من عادة البلد ومن عادة النساء فلا بأس به، أما إذا لم يكن من عادة البلد وإنما عادة البلد الغطاء الكامل فالأولى أن تبقى على الغطاء الكامل لأنه أكمل وأجمل وأتم من النقاب. نعم. بارك الله فيكم. تقول السائلة أما حديث أسماء، نعم، حديث أسماء سبب ضعفه، نعم، من عدة وجوه. أولا أنه منقطع وراويه وفيه راو ضعيف أيضا، وأيضا في متنه غرابة، لأنه كيف يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق وأخت عائشة أم المؤمنين وزوج الزبير بن العوام أحد السابقين الأولين للإسلام وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يليق بهذه المرأة الجليلة الفاضلة من هذا البيت الطيب أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة بثياب الرقاق وينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها يا إذا بلغت المرأة كذا وكذا لم يحل أن تكشف إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، كيف يليق بأسماء أن تدخل بهذه الصورة؟ وأيضا هذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة التي بل يخالف الآيات القرآنية التي توجب ستر الوجه وستر الكفين عن الرجال، فهو حديث ضعيف وشاذ ولا يجوز الأخذ به. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة من السودان: إذا رفض الزوج على زوجته النقاب هل إذا أطاعته تعتبر آثمة؟ لأنهم يقولون بأن طاعة الزوج واجبة والنقاب مستحب ويجب تقديم الواجب على المستحب، وجهونا بذلك. الواجب على المرأة أن تستر وجهها ولا يجوز لها أن تطيع زوجها في كشف شيء من وجهها أو كشف وجهها كله، إذا طلب منها ذلك أو أمرها بذلك فلا يجوز لها أن تطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكشف الوجه أو كشف شيء منه معصية لله ولرسوله، وليس من حق الزوج أن يأمرها بمعصية الله عز وجل، بل الواجب عليه أن يأمرها بطاعة الله وأن يلزمها بطاعة الله، لا أن يأمرها بما يخالف ذلك. نعم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، كتب بأسلوبه الخاص، يقول: والدتي كل سنة تحج وتطلب مني ومن إخوتي ومن أخواتي أن يذهبن معها لأداء فريضة الحج، على الرغم بأننا عملنا فريضة الحج 3 سنوات ونقول لها لا نستطيع الذهاب معك، هل رفضنا لها عدم طاعة لها وينقص من برنا لها وفي طاعتها؟ وجهونا مأجورين، علما بأن هناك مشقة علينا وعليها. ما دام أنها أدت فريضتها وأيضا زيادة على ذلك حجت أكثر من مرة حج نافلة، وفي تكرار الحج كما ذكر السائل مشقة عليهم، فإن الأولى بها ألا تحملهم الحج وتكرار الحج كل سنة، مع ما في الحج في السنوات الأخيرة من الزحام والخطر على الرجال فضلا عن النساء فضلا عن كبيرات السن. الذي نوصي به هذه الأم وغيرها من النساء المسلمات أنهن إذا أدينا الفريضة فإنهن لا يكررن الحج خوفا من الضرر ودفعا للمشقة الشديدة، وإذا لم تقدروا أو شق عليكم الحج تكرار الحج بها كل سنة فلستم عاقين لها في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: إذا وضعت المرأة العباءة على رأسها وهي في الصلاة هل هذا غير جائز؟ لأنه كلما شاهدوا هذه المرأة وقد وضعت عباءتها على رأسها وهي في الصلاة يقولون لها ضعيها على الكتفين، وما الحكمة في ذلك؟
المطلوب من المرأة أن تستر جميع جسمها في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال غير محارم لها فإنها أيضا تستر وجهها بأي ساتر من عباءة أو ثوب ضاف يستر جميع بدنها، ولبسها العباءة يكون على رغبتها على أي صفة تريد أنها تلبس العباءة على رأسها أو على كتفيها بحيث لا يشق عليها ذلك في صلاتها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل مقيم في المملكة العربية السعودية يقول لي أسئلة عن زكاة المال. السؤال الأول، كيف أحسب زكاة المال لمبلغ يتوفر في كل شهر، وكيف أجمع المبلغ كله حتى أخرج له الزكاة مأجورين؟ إذا كان لك دخل يتكرر كل شهر وتوفر منه ما يزيد عن حاجتك فإن الواجب عليك أن تدفع زكاة كل ما تم حوله من هذه المبالغ، هذا يجب عليك. لكن إذا شق عليك اعتبار حول كل مبلغ على حدة وأردت أن تخرج زكاة الجميع دفعة واحدة في شهر من الشهور تعينه من السنة إلى مثله من السنة القابلة فلا بأس بذلك، ويكون ما تم حوله خرج زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله يكون معجلا، تكون زكاته معجلة. تعجيل الزكاة للحاجة لا بأس به. نعم. هل يجوز لي شراء أشياء من ملابس وخلاف ذلك للأقارب والفقراء والمحتاجين من زكاة المال؟ الأصل أن تدفع زكاة المال من جنس المال، زكاة الدراهم تدفع من الدراهم، زكاة المواشي من المواشي، زكاة الثمار والحبوب منها، هذا هو الأصل. وإذا كان في دفع العروض عن النقود ودفع الحاجيات عن النقود مصلحة للفقير ولمستحق الزكاة فلا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا وجبت عليه زكاة نقود وأراد أن يدفع بدلها ثيابا أو طعاما أو ما يحتاجه الفقير في بيته فلا بأس بذلك إذا كان هذا أصلح للفقير، أو كان الفقير لا يحسن التصرف في الدراهم لو دفعت له وربما يضيعها ويريد صاحب الزكاة أن ينتفع بها فيشتري بها له حوائج يحتاجها من قوت أو ملابس فلا بأس بذلك، فيكون النظر إلى الأصلح للفقير. نعم. يقول هذا السائل، هل يجوز إعطاء الوالدة والإخوة الذين قد تزوجوا إذا كانوا محتاجين، هل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي؟ أما الوالدة فلا يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالي، لا الوالدة ولا الوالد ولا الجد ولا الجدة، وكذلك الأولاد وأولاد الأولاد لا تجوز لهم زكاة، فالزكاة لا تصلح للأصل ولا للفرع. وأما الإخوة فإذا كان لهم أبناء يحجبونك عن إرثهم وهم فقراء فلا مانع من إعطائهم من زكاة، بل هذا هو الأفضل، لأن الزكاة الصدقات للقريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيرهم، لأنها تكون صدقة وصلة، تكون صدقة وتكون صلة للرحم. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل من مكة المكرمة، رمز للإسم بجيم دال قاف، يقول: ما هو وقت قرآن الفجر المشهود؟ نرجو بهذا إفادة. قرآن الفجر المشهود المراد به القرآن في صلاة الفجر، سميت صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، ومعنى مشهود أنها تحضرها الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة آية. الله. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان.